عندما الممثلات في الغرب تنتهي جملتهم بينتهوا، حضرتك عندما بتنتهي جملتك بتبدأي. هيك قال لك العقاد. كان شايف لك عمل أو عملين؟ لما إجا على هو سمع عني بمصر. نعم. يعني لأنه هو كان تارك سوريا من لما أخذ البكالوريا يمكن بال55 أو شيء، وراح على أمريكا، ولما قرر راح على مصر لأنه النجوم المشهورين بمصر، وبمصر سمع عني من يلي بيهتموا بالمسرح، يعني يلي إجوا حضرونا بمهرجان دمشق المسرحي وشافوني بالمسرح بأعمال بالفصحى وملكة وإلى آخره، فقالوا له عني وما صدق. فلما إجا على النقابة وأنا دقوا لي تليفون وقالوا لي في مخرج سينمائي جاي من هوليود ليشوفه، ما صدقت. لو قالوا لي مثلا مسرحي بجوز، تلفزيوني بجوز، بس سينمائي لا، لأنه أنا كنت من 69 مقررة قطعت السينما، قطعت السينما قطع خاص. فرحت بس يعني رحت فضول بس ماني مصدقة. قعدوا رحب فيني ووقف لما دخلت وقال لي قالوا لي عنك سمرة وطويلة، لا شايفك شقرة، قلت لهم شايف شغلوني بالسينما. يعني أنا ما صدقت أبداً إنه هو إلا لما أعطاني الألبومات صور فيها كان أجانب مصورين باللبس العربي، وكان فيها ممثلات وممثلين من مصر مصورين باللبس العربي، وقال لي بدي زين صورتك معهم. كمان فكرته عم يتمسخر، لأنه هو العقاد في عنده ابتسامة يمكن من طريقة البايب اللي دايما في له ابتسامة فيها شوي من السخرية. ما بعرف ليش أنا حسيت أنه في شيء يعني. فقال له هاني روماني الله يطول عمره والأستاذ شكيب غنام الله يرحمه مخرج، الاثنين أخذوه على التلفزيون وقبل تصور، قبل يروح على التلفزيون من نقابة الفنانين بشارع بغداد إلى التلفزيون مشان يشوف عملين إلي باللغة العربية الفصحى، واحدة أميرة فارسية وواحدة سعدة بنت الزيناتي خليفة، اثنين بالفصحى واثنين أنا من العوائل الأرستقراط العربية والفارسية. راح ورجع، لما رجع ما لقيت الابتسامة السخرية بوشه، طلع فيني وقال لي لازم تتصوري، ما لح أحط الصورة هون بالألبوم، لح أحطها هون. هذا اللي خلاني يعني اولا اقبل اني اتصور، وما في لبس، حطيت كان حاطه فولار ابيض ورفيقتي فوق بالنقابه بالروف بعثت لي كنزه سودا حطيتها، وحطيت العصبه البيضاء وشويه كحله لاني ما بحط مكياج لما ما بيكون في عندي شغل، وصورني. يعني ما في ابدا اي تحضير لاني انا اتصور. وقال لي من جمله الحديث، قال لي انا شفت ممثلات وممثلين أجانب بينتهوا لما بتخلص الجملة، أنت بتبدي ولغة الصمت عندك، وحتى كاتبة يعني بكذا هذا، لغة الصمت عندك شغلة عظيمة، يعني شغلة مهمة كتير. وأنا حسيت هيك بفخر يعني لما قال لي قد ايه لمس فيك الأنا؟ الأنا كتير، يعني أنا لدرجة من كتر ما لامس فيني حتى ما عاد فرقت معي إنه مثلاً، لأني أنا لما قال لي وأعطاني كرت وقال لي بس روحي على المغرب، لأن كنت أعرض مسرحية حنا الاستسلام أيها الإسرائيلي بمهرجان المغرب، وأعطاني كرت إنه إذا وصلت على الرباط روح على مراكش وعلى هذا، وأعطيهم كرت منه مشان نشوف المدينة اللي عم يبنوها مشان تصوير فيلم الرسالة. وصلت واخذونا ومنعونا نفوت كهذا يعني كمشتركين بعروض مسرحيه يعني كفنانين، ما خلونا لانه ما كانوا جايبين من وزاره الثقافه عندهم بالمغرب مشان يدخلونا. انا ما طلعت الكرت لان حسيت انه يمكن ما ياخذني، وخصوصا انه بالطياره ما بعرف ما جبت المجله معي، بالطياره كان كاتب السيده نضال اشقر وسهيل بابلي ومونة واصف يتنافسن على دور هند، فأنا ضبيتها بالحوادث كان وقتها بتذكرها تمام، ضبيت المجلة وخليتها معي. اكتشفت قبل فترة أنه لساتني محافظة عليها، فما طلعت الكارت لأنه قلت لا راح. لما دقوا لي تليفون وقالوا لي وقلت ألو، قالوا لي مسز جيلميران سبيكينج، ما حدا بيناديني جيلميران يعني أنا مونة واصف معروفة على اسم والدي الثاني، ما في يعني حدا.
قلت لها يس، وقعدت حكيت معي انه بدنا اياكي وكذا ومدري شو، تعي على بيروت في بنايه الامير الساعه 4 مشان تعملي العقد وتاخذي السيناريو وكذا. انا سكرت التليفون وصرت اقرص حالي وعيط. عرفت يعني مثل الافلام يعني. طبعا طبعا هي الانا فرصه ذهبيه. هي الفرصه الذهبيه.